خمسات ضاقت المدرجات بروادها. الرجاء رحل الى عاصمة زمور بحث عن تصحيح المسار. ترك العاصفة تمر وتقدم من اولى فرصه الحقيقية برأسية برزوق. كان ذلك في الدقيقة 35. نجم المباراة عبد الى حافظ ضاعف غلة النسور من الامتار 9 في الدقيقة 64. وصنع هدف الختام في اخر دقيقة للوافد الجديد كريستيان اوساغونا. نقطتان بين الرجاء الثالث وغريمه الوداد المتصدر. كنظن الهزيمة ديال المغرب التطواني خلتنا نجيو الخميسة باش نفكروا في تسد النقاط، هادشي اللي تأثر الحمد لله كان أداء جيد وكان نتيجة في المستوى.